تسبب برومو مسلسل روز وليلى للفنانة نيلي كريم في الهجوم عليها بسبب ظهور زوجها هشام عاشور خلال أحداث العمل واشتراكه في المسلسل معها، وبمجرد طرح البرومو بدأ الهجوم العنيف على نيلي كريم بسبب مشاركة هشام عاشور في العمل، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات لها بسبب ظهوره في المسلسل دون أن يكون له تاريخ فني. واعتبر البعض أن ظهور هشام عاشور في المسلسل يتعلق بكونه زوج نيلي كريم فقط وليس بسبب موهبته، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: هي كل واحدة اتجوزت واحد هتخليه يمثل؟ هو من إمتى كان بيمثل؟ عايزين تفرضوا علينا زواجكم ليه وهما ما بيعرفوش يمثلوا؟ وردا على الهجوم أكد هشام عاشور أنه يمثل منذ ما يقرب من 12 سنة في أمريكا، موضحا أنه أجل الإعلان عن العمل لأطول فترة ممكنة لمنع الألسن من التحدث عن الأمر والهجوم عليه. وكانت مسبقا علقت نيلي كريم قائلة: بقيت أتضايق من الكلام الدايم عن الفنانين، الفن حاجة محترمة وأي مشكلة لأي فنان بالصحف والسوشيال ميديا بيكبروها، والنقد بيبقى قاسي قبل ما الشخص بيشوف أي حاجة، وفي نقد بناء ونقد هدام بيهد كل اللي عمله الطاقم الفني. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. أكدت نيلي كريم في تصريحات مؤخرا أنها وزوجها هشام عاشور بنحب ننام على الكنبة وساعات بندخل أوضة النوم، لكن أنا بفضل نبقى مع بعض. وأضافت: هي فكرة حلوة، لو تتفرجي على الأفلام القديمة كان بيبقى الزوج في أوضة والزوجة في أوضة وتلاقي الموضوع صحي، يمكن ما بقاش عندنا أوض كتيرة زي زمان. طبعا في كتير من الخبراء بيقولوا إن النوم في غرف منفصلة صحي، وبيبرروا ده بأن كلا الزوجين بيحظوا بنوم هادئ غير متقطع، وخصوصا إذا كان أحد الزوجين بيشخر أو بيتحرك كثيرا أو يصدر أصواتا خلال النوم، فإن النوم في غرفتين منفصلتين بيجعل كل من الزوجين ينام بشكل أفضل، مما يجعل علاقة أفضل بزوال مشكلة الأرق. انتوا ايه رأيكم؟ أما عن فرق السن فهي عندها دلوقتي 48 سنة وهو 40 سنة، يعني هي أكبر منه بحوالي 8 سنين. وكانت نيلي كريم قد احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، وفضل التكتم لحين موعد عقد القران. اول ما الناس سمعت ان هم اتخطبوا قعدوا يدوروا بقى مين هو هشام عاشور. هشام عاشور كان من بين العشرة الاوائل المصنفين على العالم. بعد اعتزاله الاسكواش اقام في امريكا وانشا اكاديمية اسكواش هناك، وبسبب ظروف فيروس كورونا عاد مرة اخرى لمصر. وبعد عودته لمصر أنشأ مع شقيقه رامي عاشور اللي هو بطل العالم في الإسكواش 3 مرات، أنشأ معه العديد من الأكاديميات في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود وشارك في عمل هناك. أيضا شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرى في رمضان الماضي. وعلى فكرة هو زواجه من النجمة نيلي كريم سيكون هو الزواج الأول لهشام عاشور في حياته. نيلي كريم ولدت في 18 ديسمبر 1974، أي حاليا حوالي 46 سنة، وهي ممثلة وعارضة أزياء وراقصة باليه مصرية. ظهرت لأول مرة على شاشات التلفزيون سنة 1995 كراقصة باليه في المسلسل المصري ألف ليلة وليلة، والذي عرض في شهر رمضان آنذاك. بعدها بدأت بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية. كشفت نيلي كريم لأول مرة تفاصيل رحلتها مع المرض العام الماضي، وقالت أنها أصيبت بورم في وجهها وأجرت جراحة لإزالته في أمريكا. وأضافت نيلي كريم خلال حلولها ضيف على برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية الحياة الجمعة 6 نوفمبر 2020:
قالت اتخضيت وقتها وطبعا كنت قلقانة، رحت لكذا دكتور وأول واحد قال لي ممكن تتشلي وهترجعي تاني لطبيعتك بعد سنة، والدكتور في أمريكا قال لي لأ ممكن تعدي. ده بعد كنت بسمع كل الكلام ده وبفكر في شغلي وإني هقعد في البيت ومش هعرف أمثل تاني، لكن الحمد لله ربنا لطف. والدرس الأهم اللي اتعلمته إن محدش عارف بكرة فيه، وإننا لازم نبقى راضيين مادام صحتنا وأهلنا كويسين. واستكملت بعد العملية، مسكت التليفون كلمت كل الناس اللي بحبها. أول واحدة كلمتها كانت كاملة أبو ذكري، قلت لها كاملة أنا بحبك، وما كانتش فاهمة في إيه. طبعا مشكلة صعبة، كويس إن هي عدت منها بسلامة، وهنشوف أسرار عنها تانية دلوقتي. وهنا ساعتها ما بتكلم عمرو الليثي في الموضوع ده، ودي صورة نادرة ليها أيام الطفولة، جميلة من وهي صغيرة. وبعد تردد أقاويل عديدة خلال الفترة الماضية حول انتهاء حياتها الزوجية مع خبير التغذية هاني أبو النجا، أكدت النجمة نيلي كريم انفصالها رسميا عن زوجها الدكتور هاني أبو النجا بعد زواج دام 11 سنة. ده خبير التغذية هاني أبو النجا كان زوجها الثاني، وتم الانفصال في نوفمبر 2015. وأعلنت نيلي طلاقها من هاني عبر برنامج اي تي بالعربي بعبارة مقتضبة، قالت أنا امرأة حرة. ومن جانبه أكد هاني الثلاثاء 17 نوفمبر 2015 خبر انفصاله عن نيلي عبر حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك، وكتب قائلا أصدقائي الأعزاء، ردا على أسئلة الصحفيين المحترمين وبعد ظهور أم الأولاد في لقاء على اي تي بالعربي، نعم انفصلت عن أم الأولاد حديثا، وأتمنى لها كل التوفيق في حياتها المهنية والشخصية. وعزائي هو أن بعد ارتباط دام 11 سنة من 2004 ل 2015 أثمرت هذه العلاقة عن نجاحات غير مسبوقة في عمل أم الأولاد وعملي، مما يعكس عمق هذه العلاقة. أما عن سؤال البعض بدم خفيف عن جملة قالتها أم الأولاد اللي هي أنا حرة، فالوضع لي مختلف، أنا في حالة عشق وارتباط ببناتي سيليا وكندا، وأشكر عروض الارتباط لأني عاشق لبناتي. ده البوست اللي حطه في 2015، ودي سيرينا وكندا بنات هاني أبو النجا ونيلي كريم، بنات زي القمر. وهنا هو هاني أبو النجا معاهم في البسين، ربنا يخليهم ليه ويخليه ليهم. ويعد هاني أبو النجا هو الزوج الثاني للفنانة نيلي كريم، ولديها حاليا 4 أبناء، ولدين من الزوج الأول هما كريم ويوسف، وبنتين من الزوج الثاني هما سيرينا وكندا. ده 4 أبناء، بنتين وولدين. وادي هنا صورة للولدين، ده من الزوج الأول. هنا هم صغيرين وبعد ما كبروا. من ناحية أخرى، وفي جلسة تصوير جمعت نيلي كريم مع هاني أبو النجا في شهر مارس 2015 تحت قيادة المصور خالد فضة، ظهر فيها متجانسين للغاية، ودي صور ليهم مع بعض. هنا مع بوسي شلبي، ده أيام ارتباطهم.